مرك حسابته لغة شقيني تصارح وات الله إله هذا إن أجلس بيمه هذا والجسي والجفن يا لكن سواء أو فارية بالكية صار هذا مرك أجلس تيل جسي دكتور مشكور شو حمل سو كرني نسي مكت إنك وحلي وأفر ديبا إنك شفت حاجة هنا قال يا 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 داير رجالك وحبي إسقامي ضحايان وحستعمالين دي ذا الله إله هذا إن إن ديمقراطية هي دبلوماسية اللي بدأ ديبا استعمالين نحونا هذا تاجن مصبيح عبدي وحست مع الجديد اللي هذا الديفنس الديفنس هو حوي يدين أيضا يميلتري إيو أيضا نبضستاء نبضي داوديال ملك استوت كوسوغنتين كوسو دوا هذا برنامج كحوكسيدة هو ما أنت مرتي يجوي هاي محمد شامع مدر وها قوية هنكتر سنة مسؤولين تا الحكمة كوسو دوا مرلا بعض يا مرصد حاد بروفيسور دكتور مهد أول الأدب مع سنة حمسة دمامة مسؤولين تا تيفيجا أتكبرج أفريقيا أنا أدي أدب مع الأذنية ونندوها وجهرين برامج كين وبعد يسوح نقدون تا قطب الدورة ويكمل كيهين حسلو ندا هجان كي تقالة وحلا رين تاسي أنت بدن مكلم أرمان أنت بدن برامج كين حكسدي أنت سين أيان كجرفين دونا وننكسر دوين إن مدر محد قيمين كرت حالات دا حسيلوني يهرمر إسمال الآن. وسؤال أدي هذا مهمة سؤال شد بدي سحب سؤال برضو مع صمتهاي نورثا هدي أن وحوجا شرحه حالات دا حسيلوني يهرمر إسمال الآن ما تتجنتهاي. والدريم كريا أو إسمال الآن ما أنت وحكة شر وحلا جهدو حسيلوني دهر سياسة. في إنجليز واحد يقول هذا political instability حسيلوني ذا سياسة وحا أي دعوة يدى برشب كارسيسا وحلا إلى هذا هرومركا إيو إسهيسة بلشدة إيا مجتمعة إنت بدلنا في مركا إكتو ودما ذا مقارنة إسا أي كيشير تو حسيلوني درادو وادد يقو دي إنت بدل إسكو فوغن كان مشغولي دانهي عامكي كون مشغولي dan siyaasadeed marka taas waxay marka sabab u noqotaa in umadaasi hoggaankeeda siyaasada ay kala duwani iyadoo aan kala reebin ay effort ka ugu faraha badan leh ama awood ugu faraha badan leh ama talada ugu faraha badan leh iyo tamarta ugu faraha badan leh iyo tusaaleyaasha ugu faraha badan leh ay geliyaan siyaasada ama farq u dhaxeeya dhexdooda ay ka mashquulaan wixii ay umadu u dirsatay ee keenaya horumarka أما البرشدي مكرنا إسا إن لو أديج لها ثانو إسكا عم أدوية دو نبى ويخد عضايو ت وحي لو كين لها هرمك أما دخل لو أقول لها وحو قرا حولها سياسة يوم مكرنا إسا إن قرا راسها إن دو دك كتاجا ما أنت نفس مال لان هدين سجوني وأجنا إن تحال ذاك اللي دون وحسن إنه يدرى أيه ودك كشرته إن هدين لما كوكا قبل أبو ده حسيلون ده هذا سومن لان ده وي سوتشر تي واحد إمك ون ده شيء يعني مقارنة سماح لكن سد وي كلام هيرر كير أي أدي أد أكل الدوينة أن إمك واحد أولا كرا أن حسيلون ده هذا السياسة ده سومن لان كتير تي ما أنت حاجة يوصل هيسي أي مرسى أن هذا أنا واحد شري واحد يابك على أو ده دي بدأ أو سامين مقارنة سات طبعا كوي شيء أما نيجاتيف إمباكت كوي شيء مقارنة سا أن سومن لان نحسي اللودي دي دي يوم مكرنا يسا وحيد دي قبسن لحي ان هدي ان سي خلصار سارون سي دول استاغو حسي اللوني دا اما حسي اللوني دا خدا دي وحالو خلصارا ان انكو سو ارول كرا سطح بدو حالي لها دا وحسي اللوني دا رو سياسة دا واتهو يدي اباهو اه حسي اللوني دا روين قال ايجرا ان حسي اللوني دا سياسة دا سو مالان وحا كانتاي ان بلشو دا حسي اللوني ويدو او يدو سكو فوقناتو وأي بين بيلس لايان ودوام بهي من قبل ده بقى كود سومالي لان أي ده بيلس كلين يجري سومالي لانه وح كلوك هم ده سومالي لان جوده هيدي قبل ده بريجا إنه مقارنة صار بيتوين أدوك بعض أو وح يسكو بدلي مقارنة صار سياسة ده إيه اللي هو حلين لها مقارنة صار شروع ده ده مقارنة صار إنه طالع أما نقول خلا شروع ده نقدر كده نقول إن شيء كستمري اللوجي يكيني كله إنه يالي iyo magaranaysa in institutions kana dhisanay wixii dal wax lin laha ma tahay tagti xaqiiqda tagti wala garanayaa oo taa isku bedeshay colaad iyo dagaal sokeeyay
وسومنلان جذهيدا. تحسي مركا توحي أديك بشدة اللغة أديك لها هي خرومة اللغة سمين لها واحد قريصة طيالكها إيو خرب شدة إيو حاصلة. مركا واحد خرومة الأولانية توش شخصية. أديك تيجي كسونة أديك بدن بدن مكانه يسوون ونعكسن إن أو مكانه يصفي عن أينان اللهين وواحد كستابد تبعان. وأنتي سبضنا نسكها لكن إذا أنتي يريد سو سعتين دخل كاسي جلي طنطها دوينا كشنا أمد خلنا وحلا إلى هذا حسيلون دخل السياسة ده وحكي أنت بالشدة يحسيلون عن ويدا أو إنك سياسة ده نتين سبضنا ووجه رئيسنتها وقلا يقبيل يا وحلا حسوس تعبير كان سقول كدين سنين ما كان كرا ما حسوس هذا قبياجي قبيجا تري وحلا نود ديجان حسوستان تطلع كحسوستا قب قب لافتي أي اللي بقبيل قرن كوا أيان تيبا ما تطلعي يا وقب تاقب تلافتي دوا تاقرن نمدي يدول نمدي دي سيل عايز حريرت يعني مقرن يسا إيمان تكليسي حسن لوني در هذا كلا إيه دي مانتا جيرتان وحوي أن مرحا كي مادي دي تابل شدا سياسة دو عيسامين كوي كولا يدهي حسن لوني در هذا كلا جيرتان وحوي تا إنستوشنسك أما هايده دولكي لفتكو دي ما حسن لونا وحلي راتا استركشلال انستابيليتي أيها جيرا و استركشل كي دولد دين ما حسن لونا وهذا تاريخ تكون نقطه مرنا صدنا بين نقانيان مر أفرتنا بين نقانيان مرنا كنتن وساردود مر وحصل سوق على موقته يعني قارب الله يركل تشبينا يا يو سياسة هان أمر غير بالجور هذي قلنا يا موقف تضاي وحنا واحد شيء جيني نستوش نسكيننا أينا مقرن إسا أينا د إن إن إس استيبل هاي ثانا وحي سامين كوي ألان دون ثا إن هالقبض كوي أي أمد مقرن إسا إن إن وأديجي إن وات هاي مدر هوجانكو دور نوعي كل اللي يحس له ندى كارهنا دين أجنس مالي الآن. إن ده هو جانب واحد تلقى دونه يبا إنه أمضى سمت بحيه أو مقارنة سوها خصيلة إن خرمر تجناشو يدها برواقة يوحى أمضى تلقى دونه يان إن هدية إن مقارنة سكون قلنا مقارنة إن سومال لان ده مدحوين ياشي هراء إيشري إن بدبا إن ده وقت بيشوي and de waxna uu soo qabtay oo isaga ku calaamadsan hadduu la oran maayo aan ma garanaysa deeqid kala ma ya wadanka madaxweyne ka ahayd de qofka waqtiga madaxweyne ka aha wixii wadanka ku dhacay wixii qabsoomay isagoon bay de ma garanaysa ku calaamadsan tahay aan hadan kaga soo bilaabo aan waqtigii de Cabdiraxmaan tuu tusaale waxaan soo qaadan karnaa Cabdiraxmaan ta de wala soo qaadan karaa de taas waa markii aan dagaaladii iyo de jabhadihii waxa iska yar jibsireen oo ma garanaysa interim buu iska aha لكن سبحان الله سقط دول نمد السومال لان الرسم هنا قاطع أن هناك سو بلا وقت جعال وقت جعال أن دوحة حقف هجامي سياسة دا واحد شرال ليدر يي بوليتيشن يي بوليتيك ليدر سد على بيك الدوين يعني يقف هجامي أمرا يقف سياسي يقف هجامي سياسة دا مركب حاولن خلا أن جعال وحها هجامي سياسة دا ودك إيه بدن بوسمة تبيحي oo maanta institution iska dhisan iyo aan dastuurka aan amendment lagu sameeynin aan 2003 sanadood ama 2003 sanadood jirno iyo structure ka hayl ka dhisan ta isaga loo nismeyn doona la oran doona daciiga aan muxuu qabtay waxa lagu xasuusan doona aan iyo yaani aan asaski magaranaysa dimuqraadiyadda Soomaaliya aan dahriyal waxa lagu xasuusan kara aan inuu hirgeliyay dimuqraasiga iyo dimuqraadiyadda aan oo lagaga baxay imiga waxan hoose ee daan arkayna ee qabyaalada iyo demokraasi la falka hoose ma garanaysa oo in hay'ad dawladnimo iyo institution iyo waxyaabo saas oo kala aan waxna la yiraahdaa hoggaamiyasha qofba sibu wuxuu isticmaalaa aan tusaale waxaan soo qaadan aan raisul wasaarihii aan wasiirkii kharajkii ama arrimaha dibadda ee Turkiga aan Ahmed Daawud Oglu wuxuu qoray buug la yiraahdo wuxuu uga yar akhriyo la yiraahdo strategic depth aan hoggaamiyashu sabay magaranaysa hoggaanku uu u saameeyo ummada ama uu kala duwan yahay wax qabadkooga iyo siday magaranaysa u fikiraan marka buugaas wuxuu soo qaataa aan dhowr shay oo uu tilmaamay hoggaamiyashu sidoo kale duwan yihiin inagana waan ku apply garayn doonaa structure kale inay sidoo yahay iyo madaxweynayaasha sidoo kale isticmaaleen iyo xaaladda magaranaysa demanda jirta aan wuxuu yiraahdaa waxa jira afar shay
أو لسيء أمد جيفن يعني هي أو مرح حساب تلقى شقيني تصار حال وطلع إلى هذا إن أجس بيمه هذا والجسي والجيفن يا لكن سواي أو فارية بالكية صار هذا مرح أجس تيل جسي دكتور مشكور شو حمل سو كرني نسي مكت يا مرح إن 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 مكرين سد إن أحمد داود أقول روح إلى هذا بوجيسة استراتيجية كتاب صباح أكو قرآن وحكي آخر شيء وبلا أنك يسكلي يهين إنه حبك بدل الكريم مدوار تاريخه تاريخ الآن الآن هاي غير سومال الآن ده مدحوين إنه حبك ما بدل الكرة وحنا كم سوق كلنا كرت هو تاريخ قرآن تاي تاريخ تنا واحد لعيد يا سوما جيوغرافيا سانو نعمة يقول كان دجنة مدحوين هو حبك ما سوق كلنا ده لو دائما أبوره إملاده هو حبك ما سوق كلنا ده population كأنت تريد إنه تاي وحبكم مسوق كرديو أنت واحد إلى هذا فيكس الداتا وواحد الجسيه لكن سكون اسمه بدله يا إلى هذا ديناميك داتا أما الداتا اسمه بدله سه and وحقوت الماما and وسير كاسي وحوي يعني نقالها and ميليتريا and يو تكنولوجي أبيليتي يو وحيل هالما يا ده ثنا هدي أتسكون ميسامي ويدو قرت هذا بعهن تاي military ability إن أدرسته. يا قرت هذا بعهن تاي مقارنة إسا economic and progress إن أتسميسه. يا مر كذا بعهن تاي and technology advancement إن أتسميسه. أما technology ده دي يو ده خور مر كذا حق قرته. وين نقف هو جاي ميسي قدامي. هذا نوع حصت المع ما يصدق كلا أمورها. ده تاجر يو. أكحرن. أكحرن والله إلى هذا and planning mindset. إيه ده ده تكو قرشة إنسان كروح. iyo magaran sa political will inay qofkan waxa kan ka go'an tahay inuu isbeddel laba oo madda u sameeyo markaan hadaan eego waqtigeeni magaran sa hadaan isku xiro context geena and concept ka ama nuxurka uu magaran sa wasiirka kharajiga turkiga waqtigaas ahmed daawud oo lagu sameeyo waxa kamid ah and hadaan soo qaadno ciyaaro kale inaga waxa la ilaad inta horta lisasiyay ee ah dhulka magaran sa emilada and sano agnahay dadka annahay tiradeena juqraafiyadeena iyo kalaamidkeena ama cimiladeena dib waxba kama bedeli karno laakiin waxa ka bedeli karna in arimay xuseeyde horumarka iyo magaranaysa la tacaamulka umadaha kale waxba ino ka bedeli karna iyo dhaqaalaheena iyo san u noolnahay waxa soo dhan waxba ino ka bedeli karna aan ina ciyaal waqtigiisi aan waxa uu isticmaalay inaga way ka yiri duwanta wax la ilaahdaa for example aan الديمقراطية دي ده آخر، إنك واحد اللي وافر دي وإنك شفت حاجة هنا، وواحد وين وال development democracy and defense، يا أيها مكرنا إسا and diplomacy أفر تادي، أفر تام ده حويني سيابة كده دوم بيو استعمال أفر تندي، اللي أنت كده واقف هنا، وعي، يا، وعي، and قال يا داير رجالك وحبي استعمال ده هاي wax isticmaaleen diida la yiraahdo aan demokrasiga iyo diblomaasi labada dib isticmaaleen ya oo dimuqraadiyadii yagleelkeedii iyo hirgelinteedii dalbada madaxweyne ayaa ku calaamsan ciyaal oo structure-kii sameeyay iyo daahir riyaale oo hirgeliyay waa diida waa wax weeyaan waa demokrasiga waa ama demokratization ka waxa la yiraahdo in day wadankii dimuqraadiyad laga dhigo xisbiya badan loo sameeyo election is la galo oo la kala guuleysto oo una wadanku fawdo iyo una qalalaysa gelin oo badqab diidaas isaga mid bay hay waxa yimiday aan madaxweyne Sinaay isagu wuxuu isticmaalay aan diida la yiraahdo development oo dhaqaalihiiba iyo isbeddel ku sameeyay oo magaranaysa aan dadkan magaranaysa DB well ay maal gashatay iyo wax SDF ka iyo waxyaabo badan ba ka mid ah marka kuwa waa diidaas uu isticmaalay isagu marka ya aan timur isagana waxbu ka isticmaalay dabcan taalif tirkeeda inuu la macaamilo magaranaysa wadamo shisheeye sida DB well oo dimuqraasiga dimuqraasiguna aan waxaan u jeedaa diblomasiga okay diblomasiguna ama diblomasiyadu ma aha siyaasad oo kaliya waxa jira to horumarineed oo uga faa'iideysan karto aan magaranaysa horumarka adigu faa'iideysan karto oo haday recognition ka iyo magaranaysa umuurahaasi ay adkaadaan inaan dul fadhiyinuuna laakiin si aad adana xagga diplomacy for development aad isticmaali karto taana uu isticmaalay Sinaay saddexda madaxweyne ee hore saasi u kala duwan
نحوينا هذا تاجن مصبيح عبدي وحست مع الجديد اللي هذا الديفنس الديفنس كل واحد ويا دين أيضا يجي ميلتري إيوه أيضا نتدستاء شغال قرن أنت إذا بدهم حلقة يا بقى أنت تك ميلتري يدي واحد لقيت قلي والله يا بقى والديفنس كي كتوس يسمى وقت إيه أموران كله هذا تاجن مقارنة يسا وطن كي بده خطرت إيه خلق خلق قلي إنت كوس قلي أنت هالك سكية إن لوح حلي وح وح وحول بقى and military مكان سبحان مركا ديفنس كاسو استعمال مركا مركا تاسا كوشي جيسا موديل كام فريم ويكا ان مدحوينياشا سوميلا دي سيدي كالا هايان يسيو كالا فكريين يسدي سيدو كالا هريين يو مكان سمنتاليتي ويو مين سيد كيكو سوها هذا مش عارف كتير او حوي هادو قفك مدحويني هي اما سياسي اما هو جامي وجرم ويو غورما لا استعمالا غورما ديدا استعمالا ديفنس قومان ديفلومات كاستعماله هدي لكل جنوى يتحس واحد كان تام مصيبة يا وقف كهجامية ومد يمد يسيد كير جرين كرواية يعني هذاك في عن إيو مقارنة سعشق أبور إيو مقارنة سهر مر يد وحاس أنت مكاد بالشدة دي وقفن هدي هدنا أضوح كل ده كم مشكور شو وحي وح نقول يا إن مكانه سا ده هرم كل جا جابيو تد كينا يدي حدود يجوا سكو مشكولان مركا إن كلا جرشة ده قرط الاستعمال يد إن development initiatives كأما مكانه سا هولا لغو مشكولة يو يمرك لغو مشكولة يو مكانه سا military power أما defense ها لبدا صدق إسكا ها قال دمان وح كلا شد ده مصيبة يد بعده وتمانت مانت تاجن مركز كوي دبنا سو نقول نظام السياسي في سومالي لانو ميد كردسان قبائل سامين نوعي يقلب تدو كلين هرمارك ان سواش سؤال ما كارنيسا انت بدن دتك سويديان ان في سومالان ان اساس كيغي ان وها هيد بيلو هشيي او كو هشيي ان الدولتنمو اي سميستان dulnimadaana waxa aasaas iyo sal u ahayd xad qarameedkii ee tan halka laga soo bilaabay magaranka Soomaaliya laakiin aan day dulnimadeeni way ka korweeyday reeri ya reeri way ka korweeyday oo mar walba waxaad aragtaa in xagga magaranka dhaqanka uu aad iyo aad magaranka u baawar ama uga awood weyn yahay institutionski ee dawliga tusaale yar fudud baan ku siino oo day waqti dhaweeyd ah doorasho ma garanaysaa isku afkaran waayay aan mar badan ayaa ka yimiday aan bal bigta bariga burco salaadinteedii ayaa soo jeediyay in doorashada go'aan soo jeediyay saal oglo debati la qaatay ee leeyidii ma garanaysaa halkaas aanu ka amba qaadanayo taasa golayaasha qaranka la marinaya waa tan imaganaade marumuhu iyo wax ka taagan yihiin marka commissionkii ay shaqadii ma garanaysaa shaqadiisu ahayd shaqada waxa ay noo qabtay beelaha burco ee sanadinta dhaqanka ayaa qabtay marka wuxuu commissionku qaban lahaa iyo shaqadii guurtida ha iyo shaqadii guurtida inuu soo sheegay taa beel baba intay timiday ma garanaysaa marka markastaba inaga in dhaqanku kaalin weyn buu ka ciyaaray dowladnimadeena يسين خلنا هاي إيو and the social structure كي نود مكانه يسوي دمنت كودسين تسألك خلنا كسين يا يو مركي and وقت يي and دور شوين كا لسكو ست كي حل ما نذا إيو قرياش الديجان كا إيو كون شرع الدنيا ده صح ولا نيجي ده أسحب مي صح ولا يا خيري بس صح ولا خيري نو حكول شلي أسحبتي يا مركا حكا مركا اكتد ديمقراطية يدور الدمدي iyada dhaqankii deesasi isku magaraysa marinyihiin ya waxyaabaha qaar koodna waxa u faran dhuudhuubanba oo dawladdu uga badiya da dhaqankii oo haday xilibaano noqoto de mid buu reerku soo xulnayaa suudaanka ku kaan kaas soo xulana ama aqbal dahma aqbal buu kugu oranaya laakiin waqtigii aan waxa laga yaabaa dawladdii aan daahriyaalo oo kale aanu de hadaan qaldanayn ma arkayn aan xilbanaano intay odayaalay soo xuraan iyo reero ay TV-ga intay la soo istaageen ay ku wareejinayeen moqtay wax laga yaabo inay saameyn ku lahaayeen laakiin sidan imiko kale daacad ee magaranaysa oday intuu gacanta soo qabto ama salaadintii ay ku wareejinayeen asxaabti ee magaranaysa ee ma jirin dhinaca kale markaan eego inta badan wixii lagu heshiiyay baa su'aalaha ka taagano
dabaalihii darifyadu waxay leeyihiin dowladnimada ku heshiinay seen ugu heshiinay ma aha taana laftirkeeda su'aal waaweyn baa weliba ka taagan oo wada lahaashihii Soomaaliland isan wada yeelanaynay deesan maanta ay tahay ma aha oo waxa xusuusataa tabliiqii siyaasadda ee Cali Khalif Galeed Allah uu naxariistay ee Professor Ahmed Samad ta waxa ahayd ilmuhu dadlama dunduminayno laba qof oo kaliya aqoonyahan oo weliba dad waaweyn waxyaabaha ma garanaysaa imiga suurta dadka qaarkood ka suuroobay inay ka suuroobin ay ahaayeenoo ay lahaayeen anigu aan Soomaaliland libada leeyahay baa qurux badanay ya oo wax walba inoo goynay tii Soomaaliland hansi dhaba aan u wada yeelano tii imiga may suuro gelino wata koos garaysay in ma garanaysaa aan gobolada bariga ay dhibaato weyni ka dhacay ana su'aashii waqtiga jirtayna ilaa imiga gobolada galbeedka dadka way ka taagan tahay oo weli dowladnimadii iyo wada lahaanshihii intee Soomaaliland siday wax yihiin marka laga eegay intee su'aashada weydiisay xaqay in xeerarka iyo waxa dad lagu ma qaraxsana oo dhibaatan la leeyahay dad wixii oo dhanba beesha dhaxa qaadatay ya beelahi darafyaduna ay leeyihiin de aan ma garanaysaa aan annagu aad iskaga dhax aragno ma garanaysaa Soomaaliland hadii lagu dhaan bal aan madar tusaale amba talo ku yeelo bal tabashada ay qabaan dadka ku dhaqan galbeedka Soomaaliland ee weliba saameeyay qaybsiga 10 bal waxa soo jeedin lahayd anu waxa soo jeedin lahaa anu aan dewa laga duunan kara laakiin waxaan ku laqinaa horta axdi qaramaadkii ya waxaan ku heshiinay waxa ka fulay maxaan ka fulin anu waxa kaasan ka bilaabi lahaa ya aan waxyaabaha qoran ee de magaranaysa marag mardoonta waxa kamid ahaa eeg dowladnimada manfaceeda iyo wanaageeda iyo de wax kasta dowladnimadu ay leedahay Soomaaliland sameysano beelaha Soomaaliland diga si siman oo cadaalad ah u wada qaybsadaan su'aashaas uma ka bilaabi lahaa iyo xad qarmeedkii maxaa ka filay maxaa ka filay way hadda madax dhaqameedkii xaalkooda waan ognahay nidaamkii dowladana waan ognahay haddii madax dhaqameedku hanaankan ay u socdaan ee awoodaha ay yeesheen ee go'aanada soo saaray aanu sii socdo nidaamka horumarka dowladda iyo siyaasadaba saameyn noocii ah ayuu ku yeelan karaa horta waxa la yiraahdaa waxyaabaha qaarkood iskuma meelmi karaan ya dhaqan iyo san dowladnimadeena aan isleenahay dee u samaysma wax iskeenaya maaha imiga waxa la oranaya dimuqraadiyad baa yaa jirta wax saas oo kale ah laakiinse waxay yidhaahdaan dadku it is as good as on a paper de wax inay qorqoranta dimuqraadiyad baan wax fiican waraaqada ku fiican moogta laakiinse marka shaqada rasmiga ah iyo factioniska dowladda la eego de dimuqraadiyad iyo waxa shaqa de kuma lehe waa reeraha ma garanaysa xildhibaanada dooranaya iyo de reeraha ma garanaysa de weeyaan laakiin wadamo badan oo adduunyada ka mid ah waxay saddex geliyeen ay formalize gareeyeen dhaqankooga anu dadka waxaan ku dooda waxaan ahay dowladnimada ummad kasta haddana dhaqankoogu waafaqsanayn waxa la yiraahdo maxaa la yiraahdaa structural compatibility haddana yani social structure qaab dhismeedka iyo dadku waxay aaminsan yihiin sida ay u nool yihiin social structure ka soo dhow yahay ee dowladnimada ay dhistaan haddana is waafaqsanayn weligeed ma hagaagto cillad iyo carqabad kama baxdo anu dadka aaminsan baan ahay waa la iswaafajin karaayo social structure-ka Soomaaliland sida ugu yaallo haddii dowladnimadeena foundation taal looga dhigo dee way taasun baa korta oo noqota ma garanaysaa the institution is weyn oo aan liicin oo ma garanaysaa taaba gala tusaaleelna waan kusin karaayo wadamo badanna waxaa ka mid ah dowladnimadeedu ay ku salaysan tahay dee dhaqankooga lana iswaafajiyey laakiin inaga burmu wuxuu jiraa dhaqankii salaadintiina banaankii ka yeeyeen haddana dowladnimadii rool bay ku leeyeen the constitution ki waxba da waxba kuma laha ya wadanka anuu inta badan aan joogay wax ku soo bartay ma garanaysaa dhaqankooga iyo dowladnimadu dadaw is waafajisan yihiin ma imiga tusaale ku siino dowladda Malaysia waa boqortooyi horta way siba u kala saadeereen oo dee dastuurkii waafaqsan mid waxa la yiraahdaa head of the state qaranka waxa madax u ah maxaa la yiraahdaa boqorka boqorkuna wuxuu ka mid yahay salaadiinta Soomaaliya salaadiinta Malaysia oo waxay leeyihiin suldaaniile gobol kastaaba suldaan buu leeyahay
وسرمونيا معناها ها كل كسر السلطان دولي لكن هيد اوف ذا ستيت وي سلطانكم او ابوكي واحد جرى واحد هيد اوف ذا جفرمنت يا مدحي ugu sareeyay dowlad dowladda government bay oranayaan marka kana waa prime minister ka wayna kala sareeyaan marka sultaanka gobol aanu aadna joogi jirin wax ka beeran jiray oo Johor Bahru loo oranayay sultaanku gobolkaasi waa governor ka ama waa barasaafka hadana gobolkaas marna wuxuu noqdaa saldaniduna iyo kingdom koguna waa rotation ko shanti sanado mid baan noqotay oo taa doorasho iyo dhaxalmo ah ya يعني إيه كأي سوء أفكار تي، كل شركوه يسد أندوليهم وحي وافقسان، يدل نبضا نقول دسان، وحلا لا مكان formalization of the and national culture، on the formal الله، مره وحي حلس مي يا موت، لكن إذا دي بناك كلا تاجيهين، عندنا اللي هي مكاننا إسا، كنا وحاسو قبانيا، كنا وحاسو قبانيا، ده برول مكاسة تاجنا يا مكان. وي، طبها إيو استراتيجية دلوقتي دردر قلين كرو، هرومر كذا قاله سومالي لان، بالمحين ويجانا كتير ما مكرنا. horta aan dunida aan meel walba hadaad eegto wax kasto qoran haday aad aragto hadii aragto shirar meel ka dhaco laga hadlayo ma garanaysaa sideeba aan horumar loo gaaraa kama soo hadho wax la yiraahdo good governance ya maamul wanaag dowlad wanaag kama soo hadho